عيشة بدونك والله ما تسوى فيليس. الهوى ما اشتم انا انت لو ما بي احيس، والله لو ما يضوى وجهك ما شفيت نور الشمس. وجهك مضويها انت لو ما بيها، والله ما زاويها حفنتي تراب. وجهك مضويها انت لو ما بيها، والله ما زاويها حفنتي تراب، حفنتي تراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وهذه حلقة جديدة من برنامج كن مع الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتنا وأخواتنا مشاهدي ومتابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام، أسعد الله أوقاتكم يا رب في كل خير، وحياكم الله أينما كنتم في برنامج كن مع الحسين، وإن شاء الله يا رب نكون على تواصل وياكم، حاليا بانتظار اتصالاتكم. بس قبل لا نبدأ بالبرنامج نبدي انه نسلم على الحسين عليه نعم السلام. نعم اكيد، مثل ما عودناكم احبه المشاهدين بدايه كل حلقه ان تكون زياره نيابه خاصه لكم، خاصه لمشاهدي قناه الامام الحسين، فتوجهوا معنا لزياره الامام الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء ورحمة الله وبركاته. نعم أحبتي المشاهدين، متواصلين وياكم بالبث المباشر من برنامج كن مع الحسين لتسجيل أسماء الأخوة المشتركين الداعمين لقناة الإمام الحسين الفضائية على شاشة على راية الإمام الحسين عليه السلام. كل الأخوة اللي اتصلوا بنا وبعثوا رسائل عبر التطبيقات الخاصة بالأرقام الموجودة أسفل الشاشة، عبر الواتساب وتليجرام أو الفايبر، سجلنا أسماءهم وموجودة حاليا عندي. إن شاء الله راح نبدي أنا والسيد عماد نكتبها على راية الإمام الحسين. لكن قبل هذا، للأخوة اللي انضموا لنا حديثا، بإمكانكم المساهمة ودعم قناة الإمام الحسين الفضائية لاستمرار بالبث وإيصال صوت الإمام الحسين لكل أنحاء العالم. ومثل ما شاهدتم كل البرامج اللي تقدمها قناة الإمام الحسين على مدى 24 ساعة كلها تهتم بقضايا أهل البيت عليهم السلام وبناء الأسرة الحسينية. نعم يا سيد عماد حبيبي، إن شاء الله يا رب نكتب أسماءكم ونباشر بكتابة الأسماء أخ مصطفى. نعم أكيد إحنا راح نباشر بكتابة الأسماء. عذرا منك، كثير من الأخوة طبعا اليوم بلغوني بشديد الأسف أنه أكو بعض الحالات وصلتني اليوم أنه أمراض سرطان. نعم. يعني انه هواي هواي التمسونا الدعاء، فنطلب من اخوتنا طبعا مو بس احنا، مثل ما احنا ندعي خلي هم ايضا من خلال من بعد الشاشه انه ايضا انهم ايضا يدعون. اكيد طبعا هو هذا البرنامج بشكل عام عائلي، هذا اللي الاسره الحسينيه كما في السابق كان اسم الاسره الحسينيه. كل من يشاهدنا من الاخوه، اي احد يتصل من الأخوة إن كان مريض أو عنده حاجة، فبقية الأخوة اللي شاهدونا يا ريت بأن يقومون بالدعاء له، وخاصة اللي قريبين من الإمام الحسين أو الأماكن المقدسة بقضاء حوائج الأخوة اللي يتصلون علينا. راح نبدي بكتابة الأسماء مع السيد عماد، وخلنا نشوف من منو نبدي هالمرة. بداية اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم سيد، نبدأ مع مريم بنت منى. نعم. وأم حسين وعلياء. أم حسين. علياء حسين. حسين. نعم. نعم. والحاجة أم رائد للشفاء. الحاجة أم رائد للشفاء. نعم. وأيضا إيناس ورافد ورنا ومهدي. رافد، رنا، مهدي. نعم. مصطفى ومرتضى وفاطمة.
مصطفى مرتضى فاطمة. نعم فاطمة ورقية وانتصار. رقية انتصار. نعم ورقية رقية ومنتهى. رقية منتهى. نعم نعم. أم ضياء. ضياء نعم. نعم. فرح تعبان. فرح تعبان. وأم صلاح الموسوي. أم صلاح الموسوي. وأم بنين. أم بنين. ووردة جاسم. وردة جاسم. وعلي ابن نذير. ابن نذيرة. نعم نعم. مريم بنت منى. مريم بنت منى. وحسين شعبان. شعبان نعم. طبعا أحبة المشاهدين مثل ما تشاهدون انه هذه الاسماء اللي بدنا نكتبها على رايه الامام الحسين هي اسماء الاخوه اللي اتصلوا بقناه الامام الحسين وسجلنا اسمائهم او اللي رسلوا عبر التطبيقات الخاصه بالارقام الموجود اسفل الشاشه. فبإمكانكم إرسال الأسماء لكتابتها على راية الإمام الحسين، وأيضا بإمكانكم المساهمة ودعم قناة الإمام الحسين الفضائية من خلال الاتصال أو إرسال الرسائل عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة. نستمر وياكم بكتابة الأسماء، لأن عندنا بعض الأسماء أرسلت من الحلقة السابقة، يعني ما لحقنا بالحلقة السابقة نكتبها، فإن شاء الله راح نكملها من خلال هذه الحلقة. نعم يا سيد. وصلنا لحسين شعبان. حسين شعبان نعم. وبتول قاسم. نعم. ثناء كرار. ثناء كرار نعم. وحسين خلف. حسين خلف. وأم حسين وآية. آية نعم نعم. جلال وغفران. نعم. وصادق جعفر. نعم نعم. وأم حيدر. نعم. وهناء بنت صبيحة. بنت. وأم علي صبيحة. أم علي. علي نعم. وعطية وبسمة. بسمة. أم أمير. أم أمير. زينب رضوان. رضوان نعم. وشيماء مهدي. مهدي نعم. وأبو الحسن. نعم. آلاء. نعم. العلوية أم عمار. أم وزينب. عمار. زينب. وفاتن سعيد. فاتن نعم. وحمدية نعم. وأفراح صادق نعم. وحيدر خالد نعم. وأحمد وصبيحة وعبد الحسين. عبد الحسين نعم. نعم. أيضا عندنا فاطمة وحيدر ورسل حيدر. فاطمة حيدر نعم. ورسل حيدر نعم. والمرحومة سميرة بنت نعيمة. والمرحوم شاكر برهان. شاكر برهان نعم. وسمانة حيدر نعم. ورقية حيدر نعم. زمن طبعا زمن خالد كاتبة للذرية الصالحة، الله يرزقها إن شاء الله الذرية الصالحة إن شاء الله يا رب نعم. ورضية ليلو للشفاء من مرض السرطان إن شاء الله مشافة إن شاء الله يا رب الشفاء العاجل. رضية ورباب وسهاد. سهاد نعم نعم. رباب وسهاد وحمود وسجا نعم. نور عبد العباس وأيضا نور من النجف الأشرف. وحنين أيضا من النجف الأشرف. وزينب يوسف
ورقية بس أحمد زينب يوسف نعم رقية نعم نعم أحمد حسن حسن نعم وبارق عبد الحسين وعلي وبتول حسن وجنات حسن وفضة سليم نعم وحسن وصفوان ومؤيد يحيى نعم علي محسن وأمواج محسن. طبعا نحاول نكتب أكثر قدر من الأسماء لأن الأخوة بالحلقة اللي فاتت أكيد أتبعوا علينا وقالوا ليش ما كتبتوا أسمانا، فمن خلال هذه الحلقة إن شاء الله نكتب عدد أكثر من الأسماء على راية الإمام الحسين بالبث المباشر إن شاء الله. نعم وين أمواج محسن؟ نعم أمواج محسن، أمواج محسن وأحمد محسن أحمد وأمجد محسن نعم وحسين محسن ومحسن عيد. طبعا اكيد احبت المشاهدين ارقام هواتفنا موجوده اسفل الشاشه، بامكانكم المشاركه ببرنامجكم مع الحسين من خلال تسجيل اسماءكم وزياره الامام الحسين عليه السلام وايضا للمساهمه والدعم. نعم وين وصلنا يا سيد؟ محسن عيد نعم وحسين لطيف وقاسم وحسنات عرفان حسنات عرفان نعم وسندس نعم وتهاني نعم نعم وأيضا أسماء وبشائر وأسماء وبشرى خلف هادي وعلي من الإحساء من السعودية نعم ونرجس فائز وتهاني تهاني علي نعم وأم حسين ونور عبد العباس وحليمة ومحمد للشفاء محمد نعم الشفاء إن شاء الله يا رب الصحة والعافية إن شاء الله وآمنة محمد آية محمد آمنة محمد نعم ودخيلة وزينب وعذراء زينب عذراء آلاء وهناء آلاء هناء. نعم أحبة المشاهدين متواصلين وياكم بكتابة الأسماء الأخوة اللي دزوهن عبر التطبيقات الخاصة بالرقم الموجود أسفل الشاشة. عندنا اتصال هاتفي، من ويانا؟ حيدر محمد من كربلاء، أهلا وسهلا يا حيدر. أهلا وسهلا بكم مرحبا أخي العزيز. الله يسلمك ويحفظك، أنت بالبث المباشر مع قناة الإمام الحسين من برنامج كن مع الحسين لتسجيل أسماء الأخوة المشتركين الداعمين لقناة الإمام الحسين الفضائية. أهلا وسهلا حياك الله. الله يسلمك، حضرتك أكيد من المشتركين الداعمين للقناة. إن شاء الله. نعم، صار إيش قد؟ إن شاء الله. الله يسلمك، صار إيش قد الفترة اللي مشترك بها؟ بالتحديد ما اقدر احدد لك يعني ما ضابطها بالصوره الصحيحه. نعم يعني بالتحديد يعني حد مضبوط ما اقدر، بس تقريبا اكثر من سنتين. ها ممتاز ممتاز، الله يوفقك. اكيد تتابع برامج قناه الامام الحسين الفضائيه. رجال متابعها. نعم شنو رايك بشكل عام بالبرامج اللي تقدمها قناه الامام الحسين الفضائيه؟ برامج جميله جدا وروعه. نعم وبيها مساعدة ناس فقراء وأيتام. نعم مساعدة أيتام وفقراء وناس طيبين. نعم أكيد إحنا يعني هذا البرنامج خليناه للأخوة المشتركين وحضرتك من المشتركين. طبعا بإمكانك أيضا زيارة الإمام الحسين عليه السلام وبإمكانك تسجيل اسمك على راية الإمام الحسين من خلال سيد عماد. سيد عماد لو تتفضل تكتب اسمك. إن شاء الله حيدر على راسي على راسي يا حبيبي حيدر. حياك الله، اسعد الله اوقاتك بكل خير، حيا للعائله ان شاء الله يا رب صحه وسلامه وعافيه.
حياك الله. الله يسلمك. نعم. حياكم الله خدام الحسين. الله يسلمك وياك وياك. الله يسلمك ويحفظك. نعم. الله يحفظكم. نعم أستاذ حيدر، اسم حضرتك حيدر؟ حيدر محمد. حيدر محمد عبد الحسين. تحب تضيف أسماء العائلة أخ حيدر؟ بلي. إن شاء الله أعطيني أسماءهم ونكون بخدمتك. أسماءهم طيك كرار. نعم. هذا ابن الولد الكبير كرار. إن شاء الله يا رب العمر الطويل. الله يسلمك ويحفظك. وكاظم. كاظم نعم. حسن. حسن نعم. عندي بنات اثنين رقية ومريم. يحفظهن إن شاء الله. الله يسلمك يحفظك يحزك. نعم رقية ومريم اكيد. بعد عندك اسماء اخرى استاذ حيدر؟ عند بس ربة البيت ام كرار. أم على راسي الله يحفظها. راسك كريم الله يخليك الله يحفظك ام كرار. اخ حيدر ده تتابعنا حاليا بالتلفزيون ده تشوفنا؟ لا حاليا لا ما نتابع التلفزيون. ها بعيد عن التلفزيون، احنا بالبث المباشر حاليا اكيد ده تسمعنا من الهاتف. كتبنا كل الاسماء اسمك واسم زوجتك واسماء اولادك على رايه الامام الحسين، وايضا نشكر منك لدعمك لقناه الامام الحسين، وان شاء الله بجهودك وجهود الاخوه اللي يساهمون راح يستمر هذا البث الحسيني. والله انا كنت ممنون لكم، مو انتم تشكرون احنا. الله يسلمك. نعم احنا شكرتكم يعني جزء يعني صحيح نصيرنا يعني عامتين يعني ما لهم كل قيمه، بس احنا جزء يعني نساهم ونساهم يعني بدرجة السداد احنا ما ندري بيه غافلين عنها. نعم. لا بالعكس الفضل لكم والله. الله يسلمك ويحفظك. انت صاحب الفضل. نعم. انت صاحب الفضل. شكرا لك ولاتصالك يا حيدر، وان شاء الله نتواصل وياكم. انا كنت مشكور وممنون لكم. الله يسلمك على راسي على راسي. ان شاء الله انت احد خدمة الحسين، لان انت احد المساهمين والداعمين اخوي. نعم. العزيز يعني باعتبارك انت احد الاسره واحد الكادر الموجودين، صح ان انت ما متواجد ويانا. احنا عندنا فد مقوله نقول نحن في خدمتكم ما دمتم في خدمه الحسين عليه السلام. اكيد ان شاء الله. الله يوفقكم. الله يسلمك. اعمال كثيره. نعم. الله يسلمك ويحفظكم. الله يسلمك ويحفظك. بعد اكثر وياك وياك ان شاء الله يا رب الصحه والسلامه. شكرا لك يا اخ حيدر، شكرا لك ولاتصالك. ممنون لكم على اتصالكم. الله يسلمك. الله يسلمك ويحفظك. شكرا لك يا اخ حيدر. مع السلامه. نعم احبتي المشاهدين، متواصلين وياكم لكتابه الاسماء، ومثل ما شاهدتوا قبل قليل اتصال الاخ حيدر من كربلاء احد المشتركين اللي سجلنا اسمه، وايضا نتواصل وياه ان شاء الله. خلي نروح فاصل ونرجع. سيبك للتبرع به كي تساهم في نشر الثقافة الحسينية ومعارف أهل البيت عليهم السلام في جميع أنحاء العالم عبر قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. يمكنك اختيار إحدى الطرق التالية لإيصال التبرع للقناة. أولاً عبر شركات التحويل المالي أو الصيرفة من جميع أنحاء العالم إلى كربلاء المقدسة باسم عباس محمد علي، ومن ثم إرسال رقم الحوالة إلى الرقم التالي. ثانياً تحويل المبلغ عن طريق شركة الطيف، الحساب الجاري لمصرف الرافدين، اسم الفرع المنصور، رقم الفرع 57، الاسم قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، طبيعة الحساب شركات، رقم الحساب 31389، الرقم المصرفي الدولي الموحد IQ39RAFB0570100031389. ثالثا أو ابعث برسالة تتضمن عبارة أنا مع الحسين عن طريق الواتساب أو رسالة الاسماس إلى الرقم التالي. رابعا تحويل المبلغ عن طريق باي بال. خامسا تحويل المبلغ عن طريق التطبيق الخاص لزين كاش. سادسا تحويل المبلغ عن طريق التطبيق الخاص بمجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. سابعا الاتصال على المندوبين داخل العراق. ثامنا التحويل من جميع أنحاء العالم إلى رقم حساب القناة في أمريكا.
تاسعاً، الاتصال على المندوبين في أنحاء العالم: الدنمارك، النرويج، أمريكا، بريطانيا، استراليا، فنلندا، كندا، ألمانيا. عاشراً، وكذلك يمكنكم التبرع وتسليم المبلغ مباشرة إلى المقر الرئيسي للقناة في كربلاء المقدسة الكائن في منطقة ما بين الحرمين الشريفين، بداية شارع الإمام علي عليه السلام. قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، إشراقة حسينية تنير الآفاق. عدنا لكم أخوتنا وأخواتنا متابعي قناة الإمام الحسين عبر شاشة الفضائية لقناة الإمام الحسين عليه السلام، مع برنامج كن مع الحسين عليه السلام، لكتابة أسماء الأخوة والأخوات متابعي القناة طبعا أولا، وثانيا أيضا الداعمين والمساهمين للقناة. نعم. لكي تبقى راية الحسين عليه السلام من خلال هذه الشاشة الفضائية، تبث شعاع نور الحسين عليه السلام إلى كل أرجاء وأنحاء العالم عليه كل أنحاء العالم عذرا، وإن شاء الله يا رب تكونون أنتم أيضا أحد الداعمين والمساهمين ولكم سهم في هذه الحسينية. لأن قناة الإمام الحسين تعتبر كحسينية دائمة العمل والبث، مو مثل مثلا خلينا نقول أنه لنكون طائفين مثلا، أنه نقول مثلا حسينية مثلا حسينية مثلا تعمل فقط في شهر محرم الحرام أو في شهر صفر، بينما القناة الفضائية تكون حسينية دائمة العمل والتواصل في بث شعاع نور الحسين عليه السلام ومظلومية آل البيت عليهم السلام وتعريف الدين الحنيف لشيعة العالم. طبعا القناة هي بلغات متعددة، اللغة الفارسية واللغة العربية واللغة التركية والأوردو والإنجليزية، وإن شاء الله يا رب لكم السهم في المشاركة في هذه الحسينية، وإن شاء الله يا رب تكونون أنتم أيضا معنا في خدمة الحسين عليه السلام، وتكونون أنتم لكم السهم الأكبر لبث هذا الشعاع إلى كل أنحاء العالم. نعم أخي مصطفى. نعم أكيد سيد عمال، هذه الحسينية هي حسينية متنقلة عبر عبر الأقمار الصناعية، عبر الفضائية، من خلال بث لكل البرامج. صح. الحسينية من خلال عندنا كثير من البرامج، أكيد الأخوة المتابعين يعرفون البث الموجود، البث اللي موجود اللي يتابعونه قناة الإمام الحسين الفضائية. هذا البث عبارة عن برامج متنوعة تشمل الطفل، تشمل الشاب، تشمل كل الفئات العمرية اللي موجودة بالمجتمع. الفكرة الأكبر أنه عن دينك، يعني مثلا أنه شلون أقول لك مثلا إنسان غافل، نعم، ما يعرف أنه شنو يسوي. أكيد. يدري أنه شيء. هذه القناة باعتبار توجه. صح. الشارع، توجه المجتمع. صح. توجه. صح. ومن خلال البث، يعني هذه القناة تسعى. صح. إلى أن يكون الشارع أو يكون البيت هو بيت حسيني موالي لأهل البيت عليهم السلام. عليه السلام. نعم، ونتواصل ويا السادة المشاهدين لكتابة أسمائهم على راية الإمام الحسين عليه السلام. خلينا نشوف إذا عندنا اتصال. عندنا اتصال. أوكي، انقطع الاتصال. خلي نستمر. وين وصلنا آخر؟ بس أبلغ أخوتنا وأخواتنا طبعاً الرقم اللي أسفل الشاشة حالياً الظاهر، اللي يحب يشارك دعنا أنه يحب أنه يتبرع أو شيء ثاني. إذا عندكم أصحاب حوائج حالياً اتصلوا وشاركوا ويانا، نكتب أسماءهم إن شاء الله رب قضي حوائجكم. طبعاً أنا مجرب هذا الشيء الحمد لله رب العالمين. يعني تحكي سيد عماد، كل الأخوة اللي اتصلوا سابقاً وسجلنا أسماءهم، أكثر الأخوة اللي شاركوا صارت يعني معهم حوادث يعني للشفاء وللذرية الصالحة. الحمد لله أنه راية أهل البيت عليهم. نعم. السلام يعني خفاقة، وهي قاضية للحاجات لأن معجزاتهم مو قليلة. نعم. الحمد لله. أكيد. رب العالمين. خلينا نرجع لكتابة الأسماء إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. نبدأ من صبرية ومحمد. نعم. صبرية. نعم. ومحمد وحسن. محمد حسن. نعم. وأزهار. ازدهار عفوا. نعم. ازدهار وأسماء. أسماء. أسماء عباس. عباس. نعم. ورافع وأم فاطمة. وعلي وفاطمة. نعم. وديمة
ومحمد. نعم. وحج حسين وغادة ومحمد رضا وحج عيسى. محمد رضا. نعم. حاج عيسى وأحمد عبد الله. عبد الله. نعم. وحيدر حاكم. حيدر حاكم. نعم. وعلي القريطي وزهير عبد الأمير وقاسم فاضل خلف. قاسم. نعم قاسم. نعم. عندنا اتصال يا سيد عماد إن شاء الله. نعم تفضل. ألو السلام عليكم. حياكم الله أختنا بشرى. ألو السلام عليكم أختي حياك الله. الله يخليك الله يجزيك جزاكم الله خير الجزاء. وإياكم إن شاء الله يا رب. طيب أنا أريد أكتب اسمي على رأس الحسين أنت حاجة. إن شاء الله بخدمتكم نكون أخت بشرى. أعيني بشرى اسم الوالد. بشرى حالوب. نعم بشرى حالوب. بشرى حالوب. نعم كتبت. بعد عندك أسماء أخرى أختنا؟ وهاجر حسن. هاجر حسن. باقر حسن. نعم باقر حسن. عذرا باقر. اي هو باقر وهاجر. وعباس حسن. عباس حسن. نعم اي. وزينة بالشكرية. زينة بنت شكرية. على ما اتصور انه الاتصال انقطع. ان شاء الله يا رب اختنا فاطمة حاجتكم مقضية ان شاء الله يا رب. نعم. بحق ابي عبد الله الحسين. واكيد يقدرون يعودون الاتصال. عليه السلام. نعم بامكانكم معاوده الاتصال ان شاء الله. ونستمر بكتابه الاسماء يا سيد عماد. وين وصلنا؟ الى قاسم خلف اعتقد. قاسم. نعم 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 قاسم خلف. قاسم خلف. نعم نعم. ومرتضى عبد الله. مرتضى عباس فاضل. فاضل. نعم, نعم. والمحامي كامل عبد الله سلمان وصفاء سرحان. كامل عبد الله. نعم إيه. نعم. وصفاء سرحان. صفاء سرحان. ومصطفى أحمد أبو شهد. أحمد. نعم. وأحمد المزيون. نعم. وإحسان الأسدي. نعم. وأبو فراس وصباح جلال وطالب. نعم. عباس خالد عباس. نعم. وسيد محمد. سيد محمد. ومحمد عباس. نعم يا سيد تفضل. اتصال هاتفي. عباس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم غاتي؟ حياك الله استاذ صلاح. الله يسلمك استاذ. صباح صباح جلال. صباح صباح. عذرا عذرا صباح ارجو المعذره. حياك الله اخوي. شلون صحتكم الاحوال؟ الحمد لله شكرا بخير. اموركم العائله ان شاء الله يا رب الكل بخير. الحمد لله شكرا ان شاء الله زينين الحمد لله شكرا بخير. ما دامك بالخير الله يسلمك. الله يسلمك. الله يخليك استاذ صباح. حضرتك من الداعمين والمساهمين لدعم القناه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب في ميزان حسناتك. الله يسلمك رحمة الله. تواصلك ويا القناه صار له وايل لو قليل يعني فتره اشتراكك صار منه من زمان لو بالايام الحاليه يعني ان شاء الله صار لنا زمان تقريبا قبل 6 اشهر ان شاء الله. يا الله ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله يا رب في ميزان حسناتك. الجميع ان شاء الله. الجميع ان شاء الله رحم الله ديك اخوي العزيز. استاذ صباح ايش تنصح اخوتنا واخواتنا اللي يتابعون البرنامج حاليا بصفتك انت احد المشاركين في دعم هذه القناه او هذه الحسينيه اللي تبث بكل اللغات الى جميع انحاء العالم؟ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هذا المشروع كلش حلو يعني وانصح جميع الاخوه والاخوات. نعم. دعم صوت الإمام الحسين عليه السلام وصوت الإسلام على الفضائيات إن شاء الله.
وبسم الله الرحمن الرحيم يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. احسنتم احسنتم. واحنا احنا هذا اقل شيء نقدمه للامام الحسين ان شاء الله. إن شاء اكيد الله. هو كل ما كل ما انه نقدم قليل بحق اهل البيت عليهم السلام. قليل في حق نفسي وما ملكت ان شاء الله. اي والله الله يسلمك. نعم خلينا نكتب اسمك. نعم 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 وياك وياك. انا انصح الاخوه والاخوات بلي يعني هي هاي همتها مثل الصدقه الجاريه. اكيد اكيد. الميت من يقول يا الهي ارجعني لعلي اعمل صالحا او صدقه صح جاريه. صح صح. واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. الله يبارك فيك. صحيح كلام. صدقه جاريه وعلما انتفع به. نعم. وولدا صالح يدعو له. صح. الله يوفقك. الله يوفقك يا رب. الله يوفقك. الله يسلمك. عندي للبرنامج فد يعني مشاركه اذا تحبون تسمعوها من عندنا. نسمعك نسمعك اكيد نسمعك. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. السلام على المشيرة النذيرة السراج المنير. نعم. الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر. احسنت. البحر الزاخر المنصور المؤيد المصطفى الاحمد. أحسنت. المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستاذ السلام على أمير المؤمنين ويعقوب الدين وقائد الغر المحجلين. نعم. إلى جنات النعيم. السلام على عين الله الناظرة ويده الباسطة وإذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. السلام على قصير الجنة والنار ونعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار سيد المتقين الأخيار نور الأنوار وسر الأسرار عليا أبو الأئمة الأخيار الأطهار. السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين الصديقة بالأقوال المباركة بالأحوال الزكية بالعدالة الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة سيدة النسوان وحبيبة حبيب الرحمن المستقلة أمام العرش في الجنان المتولة في الزمان فاطمة الزهراء سلام الله بنت محمد العدنان. اللهم صل على محمد. السلام على الحسن المجتبى المسموم والسلام على الحسين الغريب الشهيد المظلوم والسلام على أمة المسلمين السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة القائم المهدي رحم الله من ذكر قائم آل محمد. السلام عليك يا إمامنا يا إمام العصر وناموس الدهر يا منار الهدى يا من لولاه لساخت الأرض بأهلها يا سليل الأمة الأطهار روحي وأرواح العالمين لك الفدا. السلام على أمة المسلمين نور الأنوار وسر الأسرار نعم هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابة وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر وأسماءهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الدر ولولاهم لم يخلق الله آدما وما كان زيدا في الوجود ولا بكر ولا سطحت أرضا ولا رفعت سماء ولا أشرقت شمسا ولا طلع البدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وطيب الله أنفاسك إن شاء الله يا رب حسن العاقبة بالصحة والسلامة والعافية لك وللأهل والأقارب وذويك وكل من يخصك إن شاء الله يا رب. وشكرا لاتصالك وشرفنا بهذا الاتصال. بس استاذ صباح عذرا نكتب اسمائك اسماء العائله. رحم الله ذكي تكتب اسم اسم الوالد صباح جلال واسمي مرتضى واسم والدتي صباح جلال. جلال. نعم ومرتضى صباح جلال مرتضى صباح جلال صباح جلال صباح جلال والدتي ام مرتضى الحجيه ام مرتضى ان شاء الله يا رب يحفظها اليك. ابني حسن مرتضى وايوب مرتضى وابو الحسن مرتضى. حسن مرتضى وايوب مرتضى. ايوب نعم ابو الحسن. ايوه ابو الحسن مرتضى. ابو الحسن مرتضى
ان شاء الله يا رب يحفظهم ويحفظ لك ام مرتضى ويحفظ لك كل اهلك واقاربك ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يجعل عملك هذا ان شاء الله يا رب صدقه جاريه لك وللعائله، وان شاء الله يا رب تكون ايضا اولادك واحفادك ان شاء الله على نفس هذا الخط الحسيني ان شاء الله يا رب. حياكم الله. شكرا لك والاتصالك يا اخ جلال من محافظة كربلاء. انا احبت المشاهدين بالحلقة الفاتت نوهنا على انه بامكانكم ارسال الرسائل القصيرة الرسائل الصوتية عبر الواتساب او الفايبر او التليجرام بالارقام الخاصة باسفل الشاشة لعرضها على شاشة قناة الامام الحسين، وبعض الاخوة والاخوات ارسلوا لنا من هذه الرسائل، خلينا نروح نشوف البعض منها ونرجع وياكم. السلام على الامام الحسين وعلى أخيه أبا الفضل العباس، السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخوان الحسين وعلى أصحاب الحسين، سلاما مني أبدا ما بقى الليل والنهار. يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، طبتم مطابة الأرض التي فيها دفنتم، السلام على خد التريب، السلام على الشهيد الحبيب، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني أخواني أرجوكم رحم الله والديكم، خصوصي الأخوان اللي زوار عند الإمام الحسين وأبي الفضل العباس. والدتي كلش تعبانة مريضة وما أرجو لها شفاء، كل المؤشرات ما تعطي أمل، يعني تقريبا ميؤوس منها. رحم الله والديكم رحم الله والديكم. حلفوا الإمام الحسين وأبو الفضل العباس بأمهم الزهراء بحق الأم على الإبن، واقسموا على الإمام الحسين تحت قبة الحسين إما أن يشفيها الله من كل ما ابتلاها به وكل مريض، وإما أن يلطف بها وهو والله أرحم الراحمين. رحم الله والديكم أخوان أمان، رحم الله والديكم. مشكورين جزاكم الله خير. اسم الوالدة حليمة محمد رحم الله والديكم، أرجوكم حطوا اسمها بالضريح رحم الله والديكم. والسلام عليكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سيدي يا أبا عبد الله، نحن نستنجد بك لحفظ العراق وشباب العراق ونساء العراق شيبة وشبابا أطفالا ورجالا. سيدي يا مولاي نتضرع بك إلى الله متقربين بك وبأهل بيتك الطيبين الطاهرين بردا وسلاما عليك يا عراق وعلى الأئمة فيك. اللهم بهم وبحقهم احفظ العراق يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. أطلب قضاء الحوائج لي ولجميع المحتاجين بحق وما عند الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الأرواح التي حلت بفنائك، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، طبتم وطابت الأرض التي بها دفنتم. أطلب حاجتي أن تقضي حاجتي وحاجة المؤمنين والمؤمنات بظهور الحجة، وأن تشافي وتعافي أمي، وأن ترزقني الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت من رحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله خير العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام على أبي الفضل العباس ساق عطاش كربلاء. السلام على الحوراء زينب. السلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى ومتواصلين وياكم، ومثل ما شاهدتوا قبل قليل الفاصل اللي نعرض به
الأخوة اللي أرسلوا بعض المقاطع الصوتية لغرض عرضها على شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية، منهم من طلب الدعاء والزيارة. احنا راح نخصص فد وقت معين من كل حلقة من الحلقات الجاية لعرض مثل هذه المقاطع الصوتية. أيضا يا سيد عماد، عندنا فيديو مخصص لبناية قناة الإمام الحسين الموجودة خلف مقبرة ابن الفهد الحلي. هذه يعني لو يعني نوضح للسادة المشاهدين بعض التفاصيل الخاصة بهذه البناية. طبعا مثل ما تعرف ويعرفون اكيد المشاهدين، مخصوصا او خصوصا الأخوة اللي يساهمون بدعم قناة الإمام الحسين عليه السلام ماديا، انه المكان اللي احنا به حاليا هو مكان ايجار. نعم، البنايه اللي موجوده خلف ابن الفهد الحلي، انه اخذوا فت قطعه ارض القناه، انه اشترت فت قطعه ارض. نعم. ومن خلال دعم طبعا الاخوه والاخوات اللي يساهمون قدرنا انه نوصل بالقطعه، انه يوم بعد يوم لحد ما وصلت حاليا انه 10 طوابق. نعم. ونص تقريبا. هذه هي راح تكون المقر الثابت والاساسي لقناه الامام الحسين لمجموعه قنوات الامام. نعم. الحسين بعده لغات، وطبعا اكيدا يعني انه ما توقفنا انه على الخمس لغات. نعم. يعني انه مشروعا انه اذا استقرينا هناك اكيد انه راح تفتح قنوات اكثر بلغات اكثر. نعم. فحاليا انه القناه قيد الانشاء، قدرنا انه نوصل العشر طوابقات الطوابق بجهود الاخوه المساهمين. نعم. والمتبرعين. نعم، اكيد من قبل المساهمين اللي ساهموا. نعم. بدعم قناه الامام الحسين، ايضا ساهموا من خلال عملهم، من خلال اموالهم، من خلال مصانعهم. نعم. بدعم هذه البنايه وتاسيس بنايه ضخمه لمجموعه قنوات الامام الحسين لما تقدمه من برامج تثقيفيه وتربويه لكل المجتمع الاسلامي بشكل عام. صح. يعني ما يخص العراق ويخص الخليج وكل. صح. العالم. صح. كل فضائيه الامام الحسين عليه السلام بمختلف اللغات، واكثر من 198 دوله يوصل لها البث. صحيح. اكثر من 3.5 مليار بامكانهم مشاهده قناه الامام الحسين الفضائيه عبر العالم. فاكيد هذه البنايه هي خاصه باسم الامام الحسين، يعني مو باسم اي شخص، هذه البنايه خاصه باسم الامام الحسين. بامكانكم ايضا المساهمه ودعم هذه البنايه لانها باسم الامام الحسين عليه السلام. نعم، اجتني وجبة من الأسماء جديدة أنا خلال الفاصل. ما شاء الله. خلي نكتب الأسماء الأخوة اللي وردتنا الآن. زينب علي من بيقار، وفاطمة حربي علي. نعم، ونضال حسين حربي. نعم، نضال. نعم. حسين نضال للشفاء من بابل، وإلاف حسين أيضا من بابل للشفاء. نعم، ومحمد آلاء إلاف. حسين. نعم، من بابل، ومحمد نزار المثنى، وإسراء عبد الحسين المثنى، وحيدر محمد أيضا. إسراء. نعم، إسراء عبد الحسين المثنى. نعم. وحيدر محمد من النجف، آلاء طالب من النجف، مصطفى حيدر من النجف. طالب. نعم. مصطفى حيدر من النجف. مصطفى حيدر. نعم، من النجف، ومنتظر حيدر من النجف، وأسد منتظر حيدر أيضا من النجف. حيدر. أسد. نعم. نعم، أسد حيدر من النجف، وميعاد. نعم، ودعاء من ذيقار. نعم، وضياء أحمد للشفاء، وهبة جاسم للذرية من النجف. جاسم. هبة جاسم. هبة جاسم للذرية من النجف، وحيدر قديم. جاسم حيدر. حيدر قديم ذيقار. ورجاء إبراهيم من ذيقار. رجاء. نعم، ونور إبراهيم. سامي. نعم، نور سامي. نور سامي. وفاطمة حيدر. فاطمة حيدر. فاطمة حيدر. نعم، وعبد الله حيدر. حيدر. نعم. نعم، خلينا نتوقف سيد للحظات للسادة المشاهدين. طبعا خصصنا بعض الثواني، مو أكثر من الثواني، دقيقة يمكن، لعرض فيديو 33 ثانية، لعرض فيديو خاص ببناية الإمام الحسين عليه السلام
بناية مجموعة الإمام الحسين، خلوا نروح نشوفه إن شاء الله من خلال أنه يتعرفون على أنه البناية اللي أخذتها نعم. مقر القناة إن شاء الله اللي راح يكون هناك اللي هو في باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام ظهر ابن الفهد الحلي نعم. الصحابي أحمد ابن الفهد الحلي، وإن شاء الله يا رب الشاهدون وتعرفون شنو اللي محتاجته القناة وين راح يكون مقر القناة. خليكم ويانا، تفضلوا. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين، مثل ما شفتوا هذا الفيديو القصير اللي هو بناية قناة الإمام أو بناية مجموعة قنوات الإمام الحسين الإعلامية اللي موجود باب قبلة الإمام الحسين، هو خاص لهذه المجموعة، عبارة عن 10 طوابق يشمل الإدارة والاستوديوهات اللي تبث لكل أنحاء العالم بمختلف اللغات، بالعربي والإنجليزي والفارسي والتركي والأردو. أكيد هذا البناية بحاجة إلى مساعدة الأخوة اللي دا يشاهدونا لإكمال هذه البناية بأكمل وجه وأسرع إن شاء الله، ليتم البث من خلال هذه البناية. في الحلقة السابقة أجرينا قرعة للأخوة المشتركين الداعمين لقناة الإمام الحسين، وفاز بها الأخ حسن مالك علوان الياسري من محافظة كربلاء. قلنا أنه نعلن عنها من خلال هذه الحلقة. صارت الجائزة هو عرض اسم الأخ على شاشة قناة الإمام الحسين وإهداء زيارة عاشوراء، وأكيد مستمرين وياكم، وأيضا عندنا اليوم قرعة وراح نستمر كل أسبوع وياكم قرعة. اللي فوز ويانا الاسم يأما نعرض اسمه أو اسم لأحد أرحامه المتوفين، والدة أو والدة أو أحد أحبائه، على شاشة قناة الإمام الحسين وإهداء زيارة عاشوراء. سيد هالمرة عليك، لا إن شاء الله عليك هالمرة نقول لا أنا هالمرة كان عليك. الحلقة كانت أنه شلعت قلبهم نعم خاف أكون أنه مرت الثاني أنه لا إن شاء الله ما تشلع قلبهم إن شاء الله. اختار اسم نصلي على محمد وآل محمد. أكيد كل الأخوة المساهمين هم فائزين ويانا، وإن شاء الله أنه راح يكون أيضاً أنه إهداء زيارة عاشوراء. نعم إن شاء الله. أنا دا أشوف بعض الأوراق دا تنفتح. سيد لازم ترفع رأسك على الكاميرا. لا لا سيد ما يصير. يعني ما يصير غوش. لا 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 ما دا سده. سده سيد لازم تبوع على الكاميرا وتختار فد اسم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إيد بوع عينك على الكاميرا، عينك على الكاميرا. نعم يا اختار. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخ عباس سامي من البصرة. نعم عباس سامي من البصرة. أرضى على الكاميرا خلي يشوفون الأخوة. عباس سامي من البصرة. ألف مبروك للأخ عباس سامي، فزت ويانا بعرض عرض اسمك على شاشة قناة الإمام الحسين وإهدائك زيارة عاشوراء. نهدي للهدية مالتنا نكتب اسمه على الراية. نعم أكيد تفضل نكتب اسمه على راية الإمام الحسين. عباس سامي. عباس سامي نعم من محافظة البصرة، أكيد هو أحد الأخوة البصرة. المساهمين الداعمين لقناة الإمام الحسين والأهل نعم والأرحام نعم. أخ عباس إذا كنت تتابعنا حاليا بإمكانك الاتصال بالأرقام الموجودة أسفل الشاشة، أيضا للتواصل مع الأخوة بالكنترول لغرض عرض اسمك أو أحد أرحامك، وإذا ما كنت تتابعنا فإن شاء الله إحنا راح نتصل بيك بعد انتهاء هذا انتهاء البرنامج انتهاء هذه الحلقة ونعرض عليك أما نعرض اسمك أو أحد أرحامك. متواصلين وياكم أكيد سادة المشاهدين، وراح نبدي بكتابة الأسماء. إيش قد عندنا وقت يا زميلي المخرج؟ خلينا نشوف اللحق نكتب أسماء دقيقتين، خلينا نكتب بيها الأسماء الأخوة أكيد. نعم نعم سيد ما أعرف أني وين وصلت بالأسماء، ختمناها بس دقيقة. تمام 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 نعم نعم كتبنا أحسان الأسدي وأبو فراس. أحسان الأسدي نعم وأبو فراس. أبو فراس نعم وأحمد محسن. أحمد
محسن. نعم. نعم. وهيثم حسين. هيثم. وهادي جبار. حسين. هادي جبار. نعم. وأبو نبأ. أبو نبأ. وباسم نعمة. باسم نعمة. نعم. وثامر حسين هادي. ثامر حسين هادي. ثامر مطرود. وجابر مهدي. ثامر. نعم. وجميل علي. جميل. نعم. ونعمان علي. هاشم هذا آخر اسم خلي أشر عليه. أرمد إن شاء الله نكمل كتابة الأسماء هاشم. بالحلقة الجاية إن شاء الله. نعم أكيد ما عندنا وقت. خلي نوه للسادة المشاهدين عن كيفية مساهمة ودعم قناة الإمام الحسين من خلال الاتصال بالأرقام الموجودة أسفل الشاشة. نعم يا سيد شنو تحب تضيف؟ ان شاء الله يا رب بعد حسب ما افتهموا الاخوه والاخوات انه ارقام موجوده نعم. اسفل الشاشه تقدرون من خلالها تتواصلون ويانا يا اما لكتابه الاسماء يا اما اللي يحب انه يساهم بدعم هذه الحسينيه نعم. الفضائيه وان شاء الله يا رب ما تنسونا اخوتنا واخواتنا ولا راح ننساكم احنا من الدعاء وان حلقه جديده وياكم بالاسبوع القادم نعم. موعدنا وياكم كل ثلاثاء الساعة 8 مساء دمتم في رعاية الله وحفظه في أمان الله في أمان الله. يا حسين انت بحياتي لا اليوم ولا أمس سيدي العيش بدونك والله ما تسوى فيليس الهوى ما اشتم أنا انت لو ما بي أحيس والله لو ما يضوى وجهك ما شفت نور الشمس وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما ساويها حفنتي تراب حفنتي تراب.